صباح الخير عليكم كبيدات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ومرحبا بكم فلوق جديد، ولا مرحبا بكم اختي في نهار جديد. اليوم الفيديو غادي يكون مختلف شي شويه، نتمنى يعجبكم. غادي نديروا لكم بالفوا اوف بحال هكذا حتى تقولوا لي في لي كومونتير واش عجبكم الفيديو ولا لا. كما كتشوفوا رقيتوني دابا، يلا فقت. اول حاجه دخلت الحمام باش ندير الروتين الصباحي ديالي. راكم عارفين الصبيح كنغسلوا وجهنا، كنبغيو شويه ننظفوه وداكشي. اول حاجه استعملتها هي داك لو جيل نيتوايون، درته على الوجه ديالي وبديت اختي كنفرك مزيان مزيان. انا في الصباح كتكون عندي واحد لينيرجي، كنبغي نعطي الوجه الوقت ديالو الكافي. المهم هنا حكيته مزيان داك لو جيل نيتوايون، الله على راحه اختي كيعجبني الحال. صافي من بعد فاش ساليت تقريبا واحد جوج دقائق هكذا ولا ثلاثه دقائق، وانا كنحك فيه بهذاك لو جيل. من بعد غسلته، نشفت بالفوطه ديالي الوجه مزيان. ومن بعد هنا راه عرفتوا شنو كيعجبني الحال، كنضحك معكم تنقول لكم زعما راني فرحانه. المهم هنا دزت باش نحك سنينات ديالي، ضروري ملي كنفيق تنبغي نفركهم حتى هما واحد الفركه فاعله تاركه اختي. وبالليل عاوتاني قبل ما كنعس ضروري ما نغسل سناني. انا سناني وجهي شعري عندي شي حاجه اللي كنتهلا فيها زعما بزاف، كون كنلقى ما نحبش كل شويه نبقى نتهلا في وجهي. المهم حكيت سنينات ديالي هنايا، ضربت لهم واحد الفركه فاعله تاركه. ومن بعد صافي بديت كنشلل منهم الدونتيفريس هنايا، شوفوا كنوريكم اختي عجبني الحال. صافي من بعد ما نشفت الوجه ديالي درت من بعد واحد الكريم ايدغاتون للوجه، راه كنشاركها معكم. المهم ديروا اي كريم نتوما كتعجبكم وكتستعملوها، ضروري ما كنبغي في الصباح نرطب الوجه ديالي باش كيبقى النهار كامل رطيب وزوين. هنايا كندير ليه واحد المساج بحال هكذا كيف ما كتشوفوا. سمحوا لي كنحاول انني نجبدو الفوق شي شويه، وصافي كندير شويه العينيق ديالي. وهنايا ساليت ودابا اختي كلشي 5 5 ناضي كناضي. يلا اختي للكوزينه دابا. لقيتوني جيت للكوزينه باش غادي نوجد الفطير ديالي. درت انا واحد البيضه كتقلى اليوم، تشهيت واحد الفطور سبيسيال، فطور مختلف اختي على العاده، فطور شمالي. كنبغي مره مره نصوب فطير مبدل باش ما كنحش بداك الروتين هكا ديال شاك جوغ نفس الفطور نفس الشقا نفس الروتين راكم عارفين. المهم هنا كان عندي واحد شويه ديال الزيتون، هاد الزيتون كيجيبوا لي رضا من قنيطره الصراحه غزال. فاش كيكون ديبلاسمون كيكون فيه الزعتر فيه الثومه مبقاش عندي منه بزاف، بقى غير شويه. ودابا بديت كنزوق البلا ديالي. هاد الفطوره البنات كنفطروا في الزنقه بعد المرات هكذا في شي ريستوران ولا كنتشها فطور شمالي، والله الا كنفطروا ب 60 70 درهم. صافي بديت كانت انسبيرا ولا نقول علاش لا ما بقاش نصوبو مره مره في الدار، كيجي زوين. وحتى رضا كيحمق عليه، ولكن دوماج اليوم ما كانش كان خدام. دونك اختي فطرت غير بوحدي كما كتشوفوا، درت شويه ديال لادان تيمي شويه ديال الفرماج غوج، وهنايا حكيت شويه ديال الكاشير. الزيتون كما قلت لكم كيعجبني الزيتون في هذا البلا هذا. وهنا درت واحد الفريميجه في الوسط، ومن بعد زدت عليها هاد الجبن هذا اللي كناخذ من اسواق السلام، صراحه زويون وبنين ورخيص، راني شاركته معكم ما غاليش بزاف. مهم كيعجبني. صافي هذا هو الفطير ديالي اختي. غادي تقولوا لي فينا هو الريجيم؟ انا في الفطور البنات كنبغي ناكل شي حاجه زوينه وشي حاجه كتعجبني وشي حاجه مشهيه، دونك في الصباح ما كنبخلش على راسي كنفطر داكشي اللي مشهيه. درت هنايا شويه ديال الزويته بلديه ضروري، وهنايا عندي لي توست كنت دايرهم في البانيني حتى تكرملوا لي. وصافي ها هو اختي الفطير ديالي. وجد شوفوا لي الطبيصيل، تحفه تحفه اختي. وضروري ما كنعمر كويس اتاي، صراحه انا ماشي من الناس اللي عزيز عليا قهوه في الصباح، انا الصباح عزيز عليا ندير واحد البريري ديال اتاي منعنع باش كيحل لي الدماغ وكيصحصحني، وفي العشيه عاد كنقدر نشرب هكذا شي قهوه الا كنت مشهياهم. المهم هنا كنقلب وكنعاود، وعطيتكم اختي هاد الكويس، ما كرهتكمش تكونوا معايا وتفطروا معايا. يلا ها البنات نتلاقاو من بعد. من دون سلام
ودابا كبيدات من بعد ما فطرنا وسمعنا شويه ديال الموسيقى وصحصحنا رجعنا اختي للشغل ديال الدار. كان عندي واحد الحويجات صراحه غير قلالين، قلت غادي نديرهم في لاماشين ونبدا بها هي اول حاجه. كندور لاماشين اللي كانوا عندي الحويجات باش كنستغل الوقت، وديك الساعه عاد كنمشي ناتاكي الدار سواء نجمع البيوتا ولا المهم اول حاجه كنبدا بها كنجي للكوزينه كنجمع المعنات. هنا كانوا عندي واحد المعنات من البارح بالليل، درت زيت ودرت جافيل اختي ضروري من جافيل هو اللي كيبرد لي الجنون في المعن. كيف ما كنقول لكم واخا كيخسروا لي يدي وكيخسروا لي الدفار سورتو كيبداو يتقردوا لي مع جافيل، ولكن اختي ماشي مشكل، ما عندنا ما نديروا اللي فيه شي فيس ديال النقا وعزيز عليه يشم ريحه جافيل ويشوف المعن كيشعلو راه هذا هو حاله. كنبغي نخدم بالليغون البنات ولكن ما كنقدرش، عرفتوا كيبقاو يزلقوا لي المعنات من يدي تنقول بناقص عليا اختي. مهم هنايا ساليت الكوزينه قديت المسائل، الدار كانت مجموعه ودزت كندير الغداء. رضا تشها اليوم لي بات، قلت ليها خويا على الراس والعين ديرها لك ولكن انا راه ما غاديش ناكلها. المهم غادي نشارك معكم لي بات لي تنصاوب. خديت انا واحد المقيله درت فيها شويه ديال البصله والزيت حتى بدات ديك البصله كطيح ليا كتشحر كيف ما كتشوفوا، وزدت عليها شويه ديال الشامبينيون. هنايا درت الماء كيغلي، درت فيه شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الربيع وواحد الخويه ديال الزيت البلديه، ومن بعد زدت معلقه ديال الزبده البنات في داك الماء وخليته كيغلي. وهنايا البنات كما كتشوفوا زدت طريفات ديال الدجاج مقطعين رقاقين وبديت كنشحر داكشي مزيان مع بعضياته حتى يتشحر ليا. زدت شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه وهذا المكعب ديال الثومه. الا بغيتوا ديروا ثومه فخي يمكن لكم ديروها، انا كندير هذه كتعجبني. صافو خليت داكشي يتشحر مزيان. بالنسبه لي بات غادي نستعمل هادو تاغلياتيل، صراحه كيجيو زوينين ديال هاد لا مارك هذه مونتيريكال. المهم ديروا اي ماركه نتوما كتبغيو، انا مجربه هاد لا مارك حتى هي صراحه زوينه. غادي ندير غير النص ديالها ما غاديش نديرها كامله حيت غير رضا اللي غادي ياكل لي بات. من بعد ما غلى لي الماء مزيان كما كتشوفوا صافي بديت كنزيد لي بات ديالي غير بشويه بشويه. هاد لي طاغلياتيل البنات كيكونوا تري فراجيل، كترميو بشويه بشويه وكتحاولوا تحركوهم غير بشويه وما تعطيوهمش تحرك بزاف. واحد الخمسة دقائق ولا 6 دقائق صافي كيكونوا موجودين. هنا دزت كنضرب واحد التحريكه لداك ديك لافارس. وهنايا عاوتاني ها هما لي بات ديالي صافي، ما تطلقوهمش بزاف كما قلت لكم باش ما يتعجنوش ليكم. هنا راه غادي نطفي عليهم لافارس ديالي حتى هي راها وجدات اولا الحشوه ديالي. مهم من بعد جيت باش غادي نصفي لي بات ديالي، درت هنا شويه ديال الماء بارد راكم عارفين داكشي سخون وحطيته في لافابو. المهم بديت كنصفيهم في الشبيكه كنخليهم يتسقطروا من داك الماء مزيان باش لي بات كيجيو زوينين وما كيطلقوش الماء ديالهم. المهم بزاف منكم غيكونوا عارفين هاد لي زاستوس، انا غير كنبغي نبارطاجي معكم طريقتي وصافي. هنا البنات درت لهم شويه ديال الزويته بلديه باش ما كيتعجنوش لكم نهائيا. من بعد خويت كلشي في هاد المقيله هادي اللي غادي نشحر فيها في الاخر، خويت داك الدجاج ولي بات، زدت عليهم هنايا واحد المعلقه صغيره ديال صويا صوص. وهنا غادي ندير هاد لاصوص ديال بيستو. هاد لاصوص البنات كتكون ديال الحبق، بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم المذاق ديال الحبق راها كتجي واعره. ها نتوما شوفوا من الداخل كيفاش كتكون، كتعطي واحد المذاق لي بات راه ما يمكنش، كيجيو بنانين وهاربين اختي غير جربيهم. المهم خديت هنا معلقه صغيره زدتها على داكشي وغادي ندير من بعد الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي كنطيب بها انا هي هذه ديال جوده رخيصه اختي، وكتجيب داكشي بنين كتطلع لك لي بات ديالك بنانين. المهم انا راني ما قدرتش نحرك حيت كنصور بيد ويد كنحرك بها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما ميلونجي داكشي مزيان البوطه كانت متوسطه ما كانتش مجهده بزاف، صافي لي بات ديالي هنايا راهم واجدين. هانتوما اختي شوفوا كيفاش كيجيو، درت عليهم شويه ديال الفخوماج من الفوق كيجيو معلكين بنانين. ديك صوص بيستو مع الصوجة عرفتوا واحد المذاق راه الهربه الهربه اختي غير جربيهم. وهذا هو البلا ديالي انا صراحه، نوغات مع شويه ديال مطيشه وشويه ديال الخيار. راني باقا غدا اختي في الريجيم، واخا مره كنزبلها ولكن كنرجع للريجيم ديالي.
نتمنى تشجعوني حتى نتوما باش ان شاء الله ما نرجعش اللور ونبقى كماله. ومن بعد ما ارتاحيت وجمعت المعنات وكل شيء، هنا راه الليله البنات كانت شي 9 الليل، دخلت للحمام غسلت وجهي وبغيت ندير هاد الماسك هذا. المهم عندي هاد لي ماسك كنت شريتهم من مينيسو، هاد المغازان كتكون في ليمول، باش كنت في كازا كنت خديتهم وبغيت نستعمل واحد. غادي نستعمل هذا ديال الليمون ديال الفيتامين سي، عرفتوا فيه واحد الريحه اختي فيه واحد الريحه ديال الانتعاش، يا سلام عرفتوا عامر بدك بالبرودوي كنحس به داك الماسك فازق. هانتوما غادي يبان لكم من بعد وغادي تفهموا علاش كنهضر. المهم هنا دخل رياضه كيقول لي اش كديري، كنقول له اجي ندير لك الماسك اللي سيري بعدي مني، كنشد فيه ايوا صافي. بديت كنقاد داك الماسك على الوجه ديالي باش نثبتو مزيان. شوفوا جيت كنخلع، يا ربي السلام انايا كنقول لكم تنخلعكم صافي. من بعد فاش قديت الماسك بديت انا كنحيد ليه داك الغشه ديالو بهذه الطريقه هذه، عرفتوا راه كنحس به من تحت داك شنو نقول لكم، داك الماسك مشبع بالبرودوي مزيان. هنا بديت كنقادو على وجهي مزيان باش كاع لي بارتي ديال الوجه كيقيسهم داك الماسك وصافي. بديت كنقرا بانه خاصني نخليه 4 ديال الدقائق، هاد الماسك تيوحد اللون تيعطي واحد ليكلا زوين. هانتوما شوفوا بقى عامر بالبرودوي من الداخل، وحاولت انني نزيد نابليكي على الوجه ديالي باش اختي الوجه يستافد مزيان. المهم هنايا راه خليته 4 دقائق كما قلت لكم، وكنقول لكم هنا نتلاقاو من بعد. صافي من بعد ما دازت 4 دقائق حيدت داك الماسك، شوفوا الوجه كيفاش فازق بداك البرودوي. ومن بعد بديت كندير هذا الماساج هذا باليد ديالي باش كيتشبع الوجه مزيان بداك الشيء وكيدخل معاه مزيان. صافي من بعد غسلته، شوفوا واحد ليكلا صراحه زوين، عرفتوا غير شي حاجه بسيطه كديريها لوجهك وكتهلاي فيه والله حتى كيبان الفرق. المهم انا راه كنحماق كما قلت لكم نتهلا في وجهي. وصافي ضربت ليه واحد الغسيله خفيفه نشفته مزيان من الماء، كيعجبني نتهلا في وجهي. اليوم غادي نعس مرتاحه. صافي من بعد ما نشفت الوجه ديالي مزيان غادي ندوز البنات باش نستعمل هاد الماورد هذا، كنت دايره في الثلاجه، غادي نرش عليه واحد الرشيشه وغادي نخليه ينشف بوحديته. وصافي هكذا كيسالي الروتين ديالي. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوليش من التعاليق ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.